بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية. واعرب جلاله الملك المعظم في البرقيه عن اطيب تهانيه وتمنياته لاخيه العاهل الاردني بموفور الصحه والسعاده ولشعب المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده جلالته الحكيمه